أنا محمد عبيد، من صغري لاعب جمباز. انتميت لمدرسة السيرك من بعد ما شفتهم في عدة عروض، حبيت السيرك، جذبني أكثر لأنه حسيته بدمج رياضات كثيرة ومواهب كثيرة، بطلع الطاقة السلبية لداخلي. أما بالنسبة للناس بحس إني بشاركهم الفرحة، كل ما كانوا انبسطوا أكثر كل ما أنا بنبسط أكثر، بحس حالي استفدت ووصلت الرسالة أكثر. بس للأسف أدوات السيرك ممنوع تدخل غزة، وإن دخلت بتدخل يعني بصعوبة جدا جدا يعني. فإحنا بنحاول نصنع أدوات يدوية، يعني نلعب في كياس فيهم سكر، شغلات مثل هيك. الحبل طبعا ما بطابق المواصفات العالمية، يعني ممكن في أي لحظة يشكل خطر عليه، بس إحنا نعمل هيك عشان نضل مستمرين في السيرك.